عصام، عندي 40 سنة. أنا تزاديت في الدار البيضاء، وفي الأول كنخدم في من 97 كنخدم في الأعراس، المناسبات، أعياد ميلاد، مهرجانات. من بعد واحد المدة بقيت كنتعلم الحرفة ديال التسجيل في الاستوديو، وليت كنشتغل تكنيسيان صون وتكنيسيان دو ميتي بيست في الاستوديو. من بعد وليت كندير الارونجمون والتلحين ديال الراي وديال الفيزيون. هذا هو العمل اللي هذا المرض بداني في 2005. بدا كيجيني واحد النزيف شرف الله قدركم من المخرج ديالي، وكنحس به كي ملي كيبغي ينزل كينزل ليا من الدات، من هنا حتى كنفوت واحد جوج اطر تقريبا ديال الدم، وكنغيب. وكيديوني لومبيلونس السبيطار، كيركبوا ليا الدم، كيضربوا ليا شي برا او شي حاجه، وملي كنفيق كيقولوا ليا صافي سير. يعني نفس المرض، ودابا غادا الحال وكتدهور. كنت تشللت واحد العام، شي 5 سنين دابا كلي، وبقى فيا داك الشلل كلي في الجسم ديالي كله واحد عام، ودابا بقى شادني في رجليا لمدة 5 سنين. ما بغاش كنتمشى بلي بيكي، هما باش كنتمشى وبصعوبة كنتمشى، وكاين الالم، وكنحاول نقاوم. ما عنديش شي اختيار اخر. وما عرفتش بالضبط، غير انما واحد النهار كنت واقف حتى بديت كنزف وطحت غيبت في 2005. ومن تما كل كيجيني النزيف على 10 ايام 15 يوم، من بعد ولا كيجيني على 5 ايام على 4 ايام على. وكنت ديك الساعه كان فين ما سمعت شي طبيب ديال الجهاز الهضمي، متمكن كنمشي عنده تقريبا شي 12 دكتور، وهذا ما جابش الله التيسير. مشيت عند واحد الدكتور، صيفطني نعس في الصوفي، نعس شي اسبوع، ما جابش الله التيسير تماك. واللي توفى الاب ديالي هو اللي كان من توفات الوالدة في 2006. ملي توفى الاب ديالي مؤخرا، صافي ملي مرض الوالد داك المرض الاخر ديال الناس اللي يعني اللي كبار في سنه، صافي وليت كنقول يعني صافي. وملي توفى الاب ديالي، لان بالمدخول ديال التقاعد ديالو باش كنا كنخلصوا الكراء والواجبات ديالنا ديال الاكل والدواء ديالو، ولان انا تقريبا 8 سنين باش حبست الخدمه. ملي بديت صافي كنطيح كنفقد الوعي، ما بقاش عندي. واخوتي من الاب ديالي ما كيسولوا، ما كي حتى كاع الى عيطت ما داك الرقم واش مسدود واش مبلوكين واش ما قريبة. دابا عامين وانا هنا في ليساس في هذا البيت في الطابق الرابع. وسمحوا لي على واحد الحاجه، غير باش ها هي الطواليت بيني وبينها غير هذا الباب نخرج، ولكن والله ما كنقدر نمشي، لا حاط غير واحد السطل كان هو اللي كان. صراحه هذا هو الواقع اللي عايش فيه انايا دابا، ملي تشوف الاب ديالي هو الواقع اللي عايش فيه. انا ما نكذبش عليك، دابا في هذه الفتره اللي جلست فيها هنايا الحمد لله سخر لي الله بعض الاحباب، لقيت خير في ناس فقراء لا حول ولا قوه، يعني تما عايشين تما ما كيفكروش الغد، كيفكروا غير اليوم، وكيعاونوني شي كيعاونوني مره في الكراء، مشي كيجيب لي الاكل شي هكا. كيفاش هاد العامين اللي قريب نكملها هنايا انا بعيشها؟ ما الخوت يعني ديفينيتيف ماشي ما كنظنش، انا على يقين انه ما ملي مرت هما عارفين المرض ديالي، هما كون غير كيتجاهلوني هما صافي بمره بصفه نهائيه قطعوا معايا بصفه نهائيه العلاقه. يعني هما بامكانهم انهم يساعدوني ماديا، وما كنتمنى الله يهديهم على راسهم، طلع عندهم وليداتهم والله يهديهم على راسهم. هذه كنقول لهم راه غير حسنه جاتكم في خوكم، بغيتوا ديروها وتاخذوا فيها الاجر ديروها. ما كاين والو، ما ماشي
راه طلبت شحال من مره وهذا، ولكن ما نكذبش عليك كنغيب بالنزيف وبعض المرات بلا نزيف. هذا لي ميسكل ديال المصران كيبداو يتخاو ليا، هذا الشيء انا باش نقدر نفسر والله اعلم، لان جميع الادويه ديال الجهاز الهضمي درتهم اللي كاينين في الصيدلي، لدرجه انه بداو غير كيتعاودوا الادويه وما كايناش النتيجه. وليت كنغيب بالنزيف وبلا نزيف، كنبقى يومين ثلاث ايام مغيب، شحال هكا يقول لي شي واحد راه دقيت عليك تعيت، راه عيطت لك في التليفون تعيت وما سمعتينيش. ما كنقول لي والله سيدي ما سمعتك، ما كانتني صحه لدرجه انني ما قدرتش نشتغل غير شي شغل بسيط غير باش نخلص الكراء ديالي والمعيشه ديالي، وعندي شي واحد شويه ديال الدواء متبعو ما كنحيدوش، هو اللي شويه معاوني باش كان ينقص ليا الحريق وشويه باش من الحاله ديال الغيبوبه ما تبقاش تجيني بزاف. كنبغي نقول ليهم الله يجازيهم بخير، وهما انا المغاربه عاد عرفتهم في هذه الغربة اللي قريبة أنا عامين فيها، عاد عرفتهم أن الأغلبية ديال المغاربة، يعني نقدر نقول لك 98 ديال المغاربة أو 99% ديال المغاربة حنان، حنان باش عرفتهم بهذه الغربة اللي أنا متغرب، يعني ناس فقراء وكيعاونوك باللي قسم الله، كيقطعوا من 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 من, من اللحم ديالهم باش وكتبقى فيهم وكيعاونوك، المهم بداك الشيء اللي استطعت. انا ما كرهتش الا كان شي طبيب محسن مثلا بغى يشد هذه الحاله ديالي يعالجها ليا اللي عندي في الجهاز الهضمي، والمغاربه اللي كيسمعوني الا بغى شي واحد يتطوع يعاونني على بغيت انا بغيت غير حقي كانسان في هذا البلد اللي 7 سنين وانا غادي السبيطار جاي موريزكو غادي جاي ما كاينش شي نتيجه اللي بغيت، انا غير حقي كان انني الحاله ديالي راه باينه، ينعسوني في المستشفى، انا ما بقاش عندي الحاله ديال نمشي وشد الترامواي ومن الترامواي يمشي على رجلي حتى لواحد، ما بقاش عندي اتسنى وشد الرونديفو. شحال من مره كنشد رونديفو وندخل وما كنوصل لا كولونوسكوبي ما كاين والو ما كيديروهاش ليا، حتى واحد السيده محسنه جزاها الله بخير وعلى خير صيفطات ليا واحد البركه هي باش دوز هاد لا كولونوسكوبي في لا كلينيك، ولكن قالت لي الدكتوره خصني نعاود لك هاد لا كولونوسكوبي انك ما غسلتيش المصل. انا بغيت الناس يعاونوني في العلاج، انا ما بغيت نكون على حتى شي واحد، يعاونوني غير في العلاج، بغيت غير الصحة ديالي ونخدم على راسي والكرة ديالي والحياة ديالي نتكلف بها كأي مغربي يعيش كيخدم فاش ما تهلاه، لأن الميدان ديال الموسيقى كنظن والله أعلم أن الله أعطاني هذا المرض باش نبعد على داك الميدان، ربما ما فيش خير داك الميدان، ربما أنا دابا اللي نقدر نبقى شاد في هذا الدومين هو تكنيك دو سون وديال التسجيل. مثلا واحد السيد كنعرفو مسكين راه مكفوف موسيقي، هو باقي كيدير الموسيقى وخا دخلت هاد المسألة، غير اللي نقدر ندير بحال كنسجل ليه القرآن مجانا، كنسجل ليه القرآن هذا بحال هادشي اللي كنديرو درتو، هادشي اللي بقى رابطني بهذاك المجال، اما يعني استغنيت يعني نشوف انا غير اي خدمه ملي الا جاب الله الشفاء جاب الله السبب ديال الشفاء وشي واحد تعاون معايا على شفاء، راه انا ان شاء الله راه بحالي بحال اي واحد، فاش ما عطى الله الخدمه نخدم، ماشي انا طامع في شي حاجه كثيره ولا. الله يجازيكم بخير، الله يجازي جميع المغاربه.